السلام عليكم، انا اسمي فاطمه الزهراء. هكلمكم النهارده عن الايزاتين. هقول لكم شويه معلومات بسيطه عن الايزاتين. عباره عن كيلو سايكل كومباوند من نوع الديول ديريفاتيف، يحتوي على كيتون جروب في البوزيشن رقم 2 والبوزيشن رقم 3، ويحتوي على مجموعة امين، ويحتوي ايضا عباره عن بايرور رينج حق الله فيوز مع بنزين رينج. الفورمولا بتاعته C8H5NO2. الأما الأيوباك بتاعه فهو 1H ديون 2 و3 ديون. طيب الإنسن ده أنا جبته منين؟ أنا ممكن أول حق ممكن أصنعه في المعمل، ممكن أستخرجه من البلاند أعمله استكراك، وممكن برضو نتيجة الميتابوليك دريفاتيف بتاعت مين؟ بتاعت الإدرينالين. الإنسن ده عبارة عن مدفوق لونه ريد أورانج بودر. طيب ليه هو مهم؟ يعني احنا نتعرف هنعرف بعدين ان هو بيستخدم كيميكالي وبيولوجي، في ليه استخدامات كثيرة خالص. طب ليه؟ نظرا لان هو مور رياكتيف، جت منين الرياكتيفيتي بتاعته دي؟ ليه؟ ان هو يحتوي اولا على الاروماتيك رينج، ويحتوي على كيتون جروب في البوزيشن رقم 2 و3، ويحتوي على حاجة اسمها جاما لاكتام موتيلتي، ودي مهمة جدا. وهي الحاجات دي مع بعض خليته اصلا ان هو بيستخدم كنيوكلوفيل وكالكتروفيل. فمثلا الكيتون جروب في البوزيشن رقم 2 و3 خليته يستخدم كفيل اديشن رياكشن، وبرضه في الكوندنسيشن رياكشن، ومجموعة الامين خليته بيستخدم في عديد من الرياكشنات، هو بيدخل في الالكلينيشن والان اسايليشن والمانيش رياكشن. ادي انا اتعرفت على الرياكتيف. طب ايه هي اليوز بتاعته؟ اولا ان هو بيستخدم في عديد من الكيلو سايكل كومباوند، وان انا من خلاله انا ممكن اصنع عديد من الدراج. ليه؟ طب ازاي؟ ليه ان هو بيستخدم؟ بيقول لك ان هو بيستخدم كبيلدنج بلوك. يعني ايه بيلدنج بلوك؟ يعني كانه هو حجر اساس، حجر البناء اللي انا من خلاله انا بصنع العديد من كانه السميلات او العمده اللي انا ببني بها البيت، هو الاساس في العديد من البيولوجيكال اكتيف كومباوند. في ماشي زي مين؟ زي الانتي تيومر دراج والانتي كانسر والانتي فاير والانتي تيوبركلوز، والعديد من يعني في بيبر منشوره ليه استخدامات كتيره خالص. وكمان مش كده بس، يعني ده حديثا، اما زمان خالص كانوا بيستخدموه في ان هما كانوا ضاي صبغه زي المايا ضاي والمايا بلو والدياتيكا، دي صبغات كانوا بيلونوا بيها التماثيل بتاعتهم. واحدة من اليوزز بتاعته كيميكالي يوزز بتاعت الإيزن الاسبيرو دريفاتيف، دي لها عيب من البيولوجيكال اكتيفيتي. طيب ماشي، انا ازاي صنعت الاسبيرو دريفاتيف دي؟ بيقول لك ان البوزيشن ان الإيزن بيشتغل في صناعة الاسبيرو دريفاتيف عن طريق في البوزيشن رقم 3 في الكربون اللي هي الكيتون جروب رقم 3، وذلك عن طريق ان الايزتين ده بيستخدم كبيلدنج بلوك انه قاعدة المنزل زي ما قلنا الايزتين وامينو اسيد وبيوتايل 2-9 داينويت، وحطهم في اقوى سوليوشن اهي المعادلة، وحطهم في اقوى سوليوشن وسخن 80 درجة حرارة لمدة 10 دقايق. وبيقول لك كمان ان الطريقة دي ان انا لما من خلالها بصنع الاسبيرو دريفاتيف، ان الطريقة دي مور افكت، دي يلد عالي خالص. الاسبيرو دريفاتيف دي مهمة جدا، هي العيد مين البيولوجيكال اكتيفيتي، وهي مور سيمبل اند مين ان التفاعل بتاعها شورت رياكشن تايم. دي ادي واحدة من فايات الايزد. وتاني حاجة ان هو بيستخدم يعني مش اسبيرو دريفاتيف بس، لا دي في حاجة اسمها برومو دريفاتيف، انا من خلاله ممكن اصنع البرومو دريفاتيف. البرومو دريفاتيف دي بيقول لك ان هي بتستخدم كانتي كانسر اكتيفيتي ضد الهيومن ليمفوما سيل. طب حلو، طيب ازاي انا بصنعها؟ يقول لك ان انت بتجيب الاس وان انا بعمل له ريفركس واحط له ايثانول، ثم احط مين البرومين دروبلس دروبس ماشي، وسخن عندي مين من 70 ل 75، جينا مين البروم دريفت اللي هي بتستخدم كانتي كانسر دراب. دي حاجه، دي كيميكال. برضو ندخل على البيولوجيكال اكتيفيتي اللي هو تايب 2 دايابيتس. اللي هو تايب 2 دايابيتس ده نوع من الدايابيتس، بس اللي هو المرحلة كرونيك شوية.
فدي بتحصل ليه؟ ان الانتستين الاكسيليوم بتطلع انزيمات اللي هو الالفا جلوكوزيز والكربون هيدريز انزيم. الانزيمات دي هي اللي بتسبب مين؟ طيب دوريزي. طيب ماشي، الانزيم ايه اللي دخله؟ بيقول لك ان الانزيم دريفاتيف لما يتعاون مع الكربون بيعملوا انهيبيشن لجلوكوزيز انزيم. طيب مش كده بس، ده في دراسات اتنشرت تقول ان يعني بيقول لك ان لما الكرومون لما اضيف له هيدروكسيل جروب في البوزيشن رقم 7 بتاعه الكرومون، البوزيشن رقم 1 2 3 4 البوزيشن رقم 1 2 3 4 5 6 7 البوزيشن رقم 7 لما احط له هيدروكسيل جروب في البوزيشن رقم 7 ومن الامين لما انا احط له برومو بنزين، اليوند بتاعي بيكون مور اكتف والتأثير بيكون فعال كده. كده انا اتعرفت على بعض النيوز بتاعت مين باك ليز. طبعا في نيوز كتير بس نظرا لضيق الوقت، انتي كانسر وانتي انفلاميشن وانتي بكتيريا وانتي فايرال، عديد من الاهميات وفي ابحاث ملايين الابحاث اللي اتنشرت على اهمية الانسان. ادخل بقى على مين سينس. طيب انا تعرفت على الرياكتيفيتي وتعرفت على الدوزيس. طيب ماشي، ازاي انا ممكن اصنع الاسم ده؟ في برضو عديد من الطرق بس انا نظرا لضيق الوقت فانا حبيت اجيب طريقتين. مارتن اسميه اسم سينس ان انا بستخدم امينو اروماتيك مين كومباوند. امينو اروماتيك كومباوند وبحط لها حاجة اسمها مين اوكزو ملونويت استر واعمل لها هايدريشن ويوز مين جود الاسم. فيديني انترميديت ده، يديني مين؟ يديني دريفاتيف ده. دوت لما انا انزع منه سي او 2 هيديني مين؟ يديني الريزن دريفاتيف. وبعدين اخد دور دي يوزس. في واحدة اهم بايه اللي هي مين؟ اللي هي سنت ماير ايزر سنس. ان انا بجيب مين؟ بفعل الانزيم مع اجيب الانلين واحط له كلوروهيدريت وهيدروكسيل امين في اقوس صوديوم صلفيت. هيديني مين؟ الايزونيتروزو. الايزونيتروزو لما احط له كونسلفوريك اسيد واسخن عند 60 ل 80 درجة حرارة فيديني مين؟ هيديني كده. انا اتعرفت على السنس بتاعته. واخيرا وليس اخيرا اختتم البرزنتيشن بتاعي بالاي ار. حبيت اتعرف على الاي ار بتاعت الاذن ازاي. ان احنا اول حاجة عندي 3000 في شبيك، مع ذلك اللي هو في اركان. شوف 3100 و200، شوف في بيك مفيش غير بيك ضعيفة شوية هنا، فممكن يكون في الكين او اروماتيك. فنشوف هنا ادي البيك شوية، البيك دول بتوعت الاروماتيستي. يبقى هو مين؟ يبقى هو اروماتيك صح. قلنا ان هو مين؟ هو اروماتيك. وادي البيك دي بتاعت الانينج، والتو بيك دول عند 1600 دول بتوع الاتنين سي دبل بوند او. ادي بيك اهي وادي بيك اهي صغيرة. ادي الاي ار ده بتاع الليزين. وهنا ادي الان ام ار بتاع مين؟ بتاع الليزين. واخيرا انا حبيت اعمل كونكلوجن كده على ملخص البرزنتيشن. ان انا اتكلمنا عن الليزين واتكلمنا عن هو من المركبات المهمة جدا. هو بيستخدم كبندنج بلوك. يعني ايه بندنج بلوك؟ يعني كأنه هو القاعدة بتاعت المنزل اللي انا من خلالها انا مش هقدر ابني باقي المنزل. وان هو مهم جدا يستخدم في الكثير من ان انا من خلاله اقدر اعمل سينس في الكثير من الدراج، سواء كانت انتي بكتيريا وانتي فايرال وانتي فانجاي وانتي تيومر وانتي كانسر. ومش كده وبس، ده بيولوجي، لا ده في كيمستري كتير. ان انا من خلاله ممكن اعمل مين؟ اسبير دريفاتيف. ومين الاسبير دريفاتيف؟ يستخدم في كثير من البيولوجيكال اكتيفيتي وكمان الفارماكولوجيكال قصدي اكتيفيتي، وكمان اللي هو البرومو دريفاتيف اللي احنا تعرفنا ان هي انتي كانسر. كده وكده انا اختتم البرزنتيشن، واتمنى ان انا اكون عرفت اوضح العديد من النقاط، وان انا اكون جبت كل النقاط اللي هي كانت مطلوبه مننا في البرزنتيشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.